كما أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهيدروجين الأخضر يأتي كأحد أبرز الحلول على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر. أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذ العديد من الدول لخطوات جادة في هذا الشأن من خلال صياغة سياسات وطنية للهيدروجين الأخضر. يأتي الهيدروجين الأخضر كأحد أبرز الحلول على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر خلال السنوات القادمة، بما يمثله من فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية المتوافقة مع جهود مواجهة تغير المناخ ومع أهداف اتفاق باريس. والحقيقة أن الكثير من الدول قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، سواء من خلال صياغة سياسات وطنية للهيدروجين أو من خلال وضع أهداف زمنية طموحة للانتقال التدريجي للهيدروجين الأخضر كمصدر رئيسي للطاقة، إما من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج أو كليهما.